أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. بدأت القوات العراقية بحملة تطهير وإزالة الألغام التي زرعها أفراد داعش في الحويجة ومحيطها والقرى التابعة لها، ويأتي ذلك بعد تحرير القضاء من احتلال التنظيم الإرهابي في الخامس من الشهر الجاري. وبتحرير الحويجة لم يبقى تحت احتلال داعش سوى شريط من الأراضي على امتداد الحدود الغربية مع سوريا. أعلنت قوات الشرعية اليمنية قتل أشهر خبير متفجرات في صفوف الحوثيين بضربة جوية في محافظة حجة شمال غربي صنعاء. وقالت القوات الشرعية إن الخبير المقتول هو المسؤول الأول عن تركيب المتفجرات والعبوات الناسفة في جبهتي ميدي وحرض، وقتل بضربة جوية لقوات التحالف العربي استهدفت معملا للمتفجرات في حجة. أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم حتى الآن جراء الحرائق التي نشبت في الولاية في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات حالة الطوارئ في 3 مقاطعات اجتاحتها حرائق مدمرة، فيما تشمل حالة الطوارئ مقاطعات نابا، سونامو ويوبا شمال خليج سان فرانسيسكو. أعلنت كوريا الجنوبية أنها انتهت من تطوير قنبلة جرافيت قادرة على شل أنظمة الطاقة الكهربائية في كوريا الشمالية في حال نشوب حرب. ونقلت وكالة يونهاب عن مصدر عسكري أن تقنيات قنبلة الجرافيت محمية بشكل جيد، وسيول قادرة على استخدامها في أي وقت. وتعمل القنبلة من خلال نشر خيوط الجرافيت الكربونية المعالجة كيميائيا على الأنظمة الكهربائية من أجل تعطيل أنظمة الطاقة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده السماح ل10,000 لاجئ من دول غير أوروبية بالدخول بشكل مشروع إلى أراضيها خلال العامين المقبلين. وأوضح الأليزي أن فرنسا ستتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لتوفير 10,000 مكان لإعادة توطين اللاجئين المقيمين في تركيا أو لبنان أو الأردن أو النيجر أو تشاد. أعلنت وسائل الإعلام في دمشق وفاة الفنانة السورية المعتزلة فاتن الحناوي بعد صراع طويل مع مرض الكلى عن عمر ناهز 56 عام. والمطربة الراحلة هي الشقيقة الكبرى للمطربة ميادة الحناوي، وسبقتها بالغناء نهاية 70s القرن الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.